تخلط ما بين الفيلم وما بين الواقع فيقولك سماح أنور كانت مسترجلة هنا شوية في الفيلم أو لا كانت لا كذا. سؤال بصي أنت الانترفيو المتين ألف بعد السبعة مليون السؤال هو ده، هو أنت ليه مسترجلة؟ فتحت عينيكي لقيتي نفسك في موقف من أصعب المواقف اللي ممكن تواجه إنسان في حياته، لأنك أنت حبيسة الفراش وحبيسة الجبس والمرض ومش عارفة حالتك إيه بالظبط، وأنت هذا عملك، وأنت البنت الشقية اللي بنشوفها في الأفلام بتكسر الزجاج، اللي عملت شجاعة، اللي عملت فيلم حالة تلبس، اللي عملت فيلم السجينتين، والبطلة اللي كلها شهامة وقوة، النموذج للبنت، بنت الأسرة المتوسطة اللي في شارعنا العربي. فتحت عينيك لقيتي نفسك في الموقف ده وفوقيه كارثة كبرى، انك لقيتي الحراس والشرطة أيوة. على باب حجرة العناية المركزة أيوة. فهمتي قالولك ايه؟ والله انا ما فهمتش حاجة. انا اولا اول حاجة لقيت والدي بيقول لي معلش اصل في قضية، انت بيقولوا ان انت كان معاكي في نوع كده من المخدرات اسمه بانجو فبيقولوا ان انا كان معايا بانجو فقلت له انا مبدئيا انا عارفة ان في حاجة اسمها بانجو، بس يعني هو البانجو اساسا شكله ايه يعني عبارة عن ايه يعني لقوا ايه يعني عشان يقولوا عليه بانجو؟ انا تصورت ان كان في حاجة في العربية شبه البانجو ده فقال لي معرفش هما بيقولوا كده وقالوا مهم هيحققوا معاكي وكده لما تستردي الإفاقة كويس بس هو حصل طبعا تحقيقات وكل حاجة. وجدت كمية من هذا المخدر في شنطة عربيتك؟ أيوة. إزاي؟ ما أعرفش. يا عم ماله عمي؟ ليلة في غبائه. فاكر لما كان متجوز جديد بعدين خلف ولد والولد مات وزعل ومراته قالت له ما تزعلش ربنا يعوض عليه، ربنا يعوض عليهم بتوأم، مش خد واحد ورمى التاني من الشباك قال ما نقبلش العوض. ايه القفص اللي
حسن كان بيطمن على خالتك ملبسينها وعاملينها مرات الاسد.